في ليلة 23 أو 24 سمع عني الدكتور نجيب الرفاعي، وطلع معاي أول لقاء تلفزيوني حتى حاليا موجود على اليوتيوب، لو تكتبون محمد البراك رسائل الإخاء أول لقاء طلعت فيه للجمهور على التلفزيون. كان عمري تقريبا 9 سنوات أو 9 سنوات ونصف. طبعا يعني أنا وقتها كنت خجول، ما كنت أتكلم، بس لصغر سني هو كان يسألني وأنا كنت أجاوب. حتى يعني لو بعض بعد اللقاء تدخلون على اليوتيوب راح تضحكون، يعني تشوفون شكل ثاني غير الشكل الحالي. فكان يسألني عن بداياتي وسألني عن تقليد بعض الأصوات، فقلت للشيخ سديس والشيخ علي باجابر والشيخ المحيسني والعجمي. فبعدين أعلن، قال للناس ترى محمد يصلي في مسجد مريم الغانم وكذا وكذا في رمضان. وسبحان الله خلص اللقاء وعرض على التلفزيون، والناس ما شاء الله يعني تقبلته تقبل جيد، والجيران جو حق والدتي ويسلمون عليها. طبعا في نقطة أنا ما قلتها، تعامل الوالد والوالدة بعد محمد القارئ ومحمد الطفل اختلفت 180 درجة. يعني أول محمد كان خلينا نقول يضرب مثلا، كان شيطان، كان يرفع عليه الصوت، بس سبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل كتابه الكريم تغيرت النظرة وتغير التعامل. حتى في احنا عندنا في الكويت وقت العيد يعطون عيادي، فأنا عندي أخو أكبر مني رحمة الله عليه توفى وأصغر مني، فسبحان الله مثلا هو يعطونه مثلا دينار بالعيد وأنا يعطوني لا 5 دنانير، لا أنت غير، أنت الشيخ، أنت اللي تصلي وأنت اللي تأذن. فأيضا المفارقة وال حتى الله يرحمها ويغفر لها، جدتي لما تعطيني فلوس حق المدرسة تقول لي هاك أخذ الدينار، أنا طبعا وقتها الدينار يعني صعب، إحنا كانوا يعطونا مثلا ربع دينار أو نصف دينار، تقول لي أخذ الدينار وخش تكرمون بالإدلاق عشان لا يشوف أخوك عامر، هي تعطي نص وأنا تعطيني دينار. فسبحان الله يعني هذه كلها من يعني بركة القرآن. بعد ما انتهينا من هذا اللقاء رحت حق الصلاة وكلمني الإمام، قال لي خلاص اليوم أبيك تصلي آخر ركعتين ويا الشفع والوتر، لأن مدام الشيخ نجيب الرفاعي ذكر لك تصلي يعني الناس لا يون على شفع ووتر، لا صل ركعتين وشفع ووتر. كانت هذه ليلة تقريبا 25، فما شاء الله تبارك الله دشينا المسجد ولا المسجد ممتلئ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ذاك اللقاء. صلينا ليلة 25 وليلة 26 ليلة 27 الناس كانت مالية المسجد من صلاة المغرب. ممكن ترجع مرحلة الخوف يوم شفت العدد وشفت الحضور؟ طبعا العدد والحضور ربي لك الحمد ما أثر فيني، لأن ما قلت لكم هو الحاجز اللي كان الأساسي أول شيء هو موضوع الأذان، بعدين موضوع الصلاة من أول صلاة صارت فعلا كان في خوف، كان في رهبة، الصوت كان في رجفة، بس بعدين ثاني أو ثالث يوم الحمد لله رب العالمين يعني الله سبحانه وتعالى يسر الأمور.